في عودة إلى زيارة رجب في الكاظمية، انضم إلينا من هناك مراسلنا بدر أركبي. بدر، مساء الخير. بداية، ضعنا في صورة أجواء الزيارة وهل تسير الأمور حسب ما مخطط لها؟ تفضل. نعم زميلي، ما تزال الخطة المتعلقة بالزيارة تسير بشكل تتابعي بانتظام، إن كان فيما يتعلق بالخطة الأمنية وكذلك الخطة الخدمية التي رسمت باشتراك جميع القطاعات الحكومية وكذلك أيضا التطوعية ومنظمات المجتمع المدني. تحدثنا بداية عن مسار الزائرين وحركتهم وتوافدهم خصوصا من المنفذ الجنوبي للعاصمة بغداد من مختلف المحافظات الوسطى والجنوبية، فتدفق الزائري ما يزال مستمر. نحن نعيش حاليا هذه الساعات الأخيرة من الذروة، خصوصا وإن علمنا بأن الزيارة هي نهارية يوم غد وتنتهي عند الساعة 12 ظهرا، بالتالي هذه هي الأعداد الأخيرة التي تصل من المحافظات وتتجه إلى مدينة الكاظمية المقدسة من أجل المشاركة في إحياء هذه الزيارة. بعد ذلك، بعد المغيب، تبدأ يعني توافد أعداد من أبناء العاصمة ممن يروم التوجه بشكل مبكر وإتمام الزيارة قبل بدء الفعاليات الخاصة بها رسميا صباح يوم غد، وبالتالي نبدأ بزخم جديد بعد المغيب بتوافد أبناء العاصمة وتحركهم بالمسير سيرا على الأقدام بالتوجه إلى مدينة الكاظمية. لغاية الآن من يتواجد هنا في هذه الطرقات، خصوصا المكان الذي يتواجد فيه في شارع السعدون باتجاه منطقة الباب الشرجي ومن ثم التوجه صوب مدينة الكاظمية، هم أبناء المحافظات الوسطى والجنوبية متواجدون بشكل كثيف لغاية الآن، خصوصا وإن علمنا بأن هذه الأعداد ما تزال مستمرة بعملية مسيرها منذ 3 أيام، بالتالي هذا مؤشر بأن كثافة الأعداد هي كبيرة، خصوصا وأنه التوقعات تشير بأن هذه الأعداد في هذه الزيارة ستزيد عن من حضر وسجل نفسه في الزيارة الماضية. نتحدث عن 10 ملايين زائر حضر في الزيارة الماضية، وخصوصا هذا العام بهذا التدفق بهذه الأعداد الكبيرة، التوقعات تؤشر بأن الأعداد ستزيد عن 10 ملايين، وخصوصا هذا ما نشاهده حاليا في الميدان من زيادة في الأعداد، وأيضا ما يرادفه اليوم وفي قبالة من خدمة تقدم من أصحاب المواكب وكذلك أيضا القوات الأمنية المشتركة في الجانب الخدمي، أيضا ليس فقط يعني الأمني كواجبهم أمني. نتحدث عن أكثر من 5000 موكب متواجد في العاصمة بغداد يقدم الخدمة من مأكل ومشرب ومبيت ومختلف الخدمات التي يحتاجها الزائر لحين وصوله إلى مدينة الكاظمية وإتمام عملية الزيارة. أيضا فيما يتعلق بالجانب الأمني، فالقوات الأمنية حاضرة بشكل كبير، إن كان في فرق جوالة أيضا بالمركبات وأيضا بانتشارهم المكثف بمختلف صنوف القوات الأمنية حاضرة وتترجم ما رسم من الخطة الأمنية لتأمين هذه الزيارة، والتي ركزت أيضا زميلي وهو الفارق في هذه الزيارة على الجانب الاستخباراتي بتكثيف الجهد الاستخباراتي بأكثر من 4000 عنصر استخباراتي متواجد في هذه الزيارة في العاصمة بغداد، وهذا ما جعل هناك مرونة بالتعاطي مع الخطة الأمنية. لم نشهد قطوعات كبيرة في الطرق بما يتعلق بمناطق العاصمة بغداد، نتحدث عن طريق محمد القاسم هو مفتوح، نتحدث عن سريع قناة الجيش مفتوح، بالتالي حركة المركبات تسير بانسيابية إلى قدر كبير، وأيضا قد تشهد المناطق في بعض مناطق العاصمة وخصوصا شرق القناة بعض الازدحامات من عصر اليوم نتيجة لخروج أبناء العاصمة للمسير والمشاركة في هذه الزيارة، بالتالي هذا هو المشهد باختصار. نعم. هنا في العاصمة بغداد. نعم، بدر الركابي مراسلنا من بغداد ومن الكاظمية تحديدا، شكرا جزيلا لك.